إذا أردت أن تعبر عن رأيك تجاه أي قضية من القضايا حاول أن تتمالك أعصابك. لماذا أقول ذلك؟ لأنه في كثير من الأحيان أولاً إصرار الإنسان على رأيه قد يستفز طاقته العصبية، رغبته في إقناع الطرف الثاني تستفز طاقته العصبية، حماسته، عواطفه. فهذا قد يدفعه بعض الأحيان لاتخاذ مواقف متشنجة كما يلاحظ كثيرا. أيضا إصرار الآخرين على آرائهم في مقابل رأيك هذا قد يستفزك كثيرا أيضا في التعبير عن رأيك، خصوصا إذا كان الطرف المقابل متشددا وراغبا لفرض رأيه عليك وأنت صاحب رأي، صاحب فكرة، صاحب قناعة، كل ذلك يستفزك، يستفز طاقتك العصبية، فهذا قد يضطرك للانسياق وراء عواطفك وراء أعصابك فتتخذ بعض المواقف المتشددة والتي قد تصطبغ ببعض الأخلاق السيئة كالصراخ، كالشتم بعض الأحيان، كالضرب، كالإيذاء، كتجاوز حقوق الآخرين. كثيرون من الذين يخطئون إنما يخطئون في الوقت الذي يكون لديهم آراء خاصة يرغبون في التعبير عنها. وإذا أردت أن تكتشف حقيقة هذا الأمر راقب البرامج الحوارية بين اثنين مختلفين في فكرة من الأفكار، آنئذ تكتشف من هو واسع الأخلاق، من هو صاحب الأخلاق العالية ومن هو صاحب الأخلاق السيئة. مراقبة سريعة فقط للحوارات التي تجري على القنوات الفضائية أو في الندوات والمؤتمرات، لاحظ نفسك كيف ستكون طاقتك، كيف ستكون ردود أفعالك الداخلية إذا كنت أمام الجمهور والآخرون انتقدوا أفكارك وسعوا إلى نسفها من جذورها، كيف ستكون ردود أفعالك؟